السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة زوها تي في، ومرحبا بكم في الوصفة ديال اليوم. إن شاء الله تكون وصفة سهلة واقتصادية كيف ما ديما. غادي نحتاجو فيها 200 غرام ديال الكاوكاو مهرمش كيف كتشوفوا محمر شوية، وغنحتاجو فيها شوية ديال لي بيسكوي اللي عندكم في الدار، غريبة فتة أو اللي عندكم شي بيسكوي ولا فقاس ولا شي حاجة باش نخلطوها معاهم. غادي نخلطوهم بجوج. غادي نحتاج معاهم جوج معالق ديال العسل، الا بغيتو ديروا معاهم نيسلي اولا الكراميل. بعد ما خلطناه بالعسل نحطوه جانبا وناخذوا المول اللي غادي نديرو فيه. كاينين لي فخوي كونفي عندكم ديروهم، انا عندي غير ريغليز. غادي ندير هكذا شويه في المول لتحت. غادي نضيفوا عليه الشكلاط الابيض. غادي نبقاو على الطريقة تنكملو المول. ناخدو مول سيليكون بشكل دائري نديرو الشكلاط الأسود. بسم الله. مغاديش نعمرو الدائرة، فقط النصف. ونبقاو هكا حتى نكملو المولات وندخلوهم للمجمد يبردوا واحد شويه عاد نخرجهم. بعد ما خرجناهم من الثلاجه دابا غادي نديروا فيهم القاعده اللي كتكون لتحت ديال الخليط اللي درنا قبيله، ونبقاو نديروا لها بحال هكا حتى تشد الاطار ديالها مع الشوكولاته. نبقاو هكذا حتى نساليو الدوائر اللي عندنا في السيليكون. الشكل الاخر حتى هو نفس الطريقه. صافي، وكنديمو ليهم هكايا من السيليكون دايا كيديمو لها. هانتوما كيف كتشوفوا الشكل ديالو اللي كيجي. هادو هما الحلويات اللي درنا بالشكلاط، كيجيو اقتصاديين وساهلين للغايه، وتقدروا تزوقوا وديروا اللي بغيتوا. هنا تقدروا ديروا خطوط بيضاء، خطوط بالشكلاط الابيض هكذا غير في الجانب ماشي فيها كاملين، وتقدروا تزوقوها باي حاجه بغيتوها في الدار. انا استغليت غير هاد الورق ديال الحلوى قلبته على الجهه الاخرى صافي، وحطيته ما بلا ما نخرجوا على شي اشياء بحال هكايا. نخدموا غير داكشي اللي عندنا في الدار، وكيجي المنظر راقي وزوين، ونشكلوا به البلاطو ديال الحلويات ديالنا. كنتمنى الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك للفيديو، وبالنسبه للزوار الجدد يشتركوا في القناه ويضغطوا على الجرس باش يوصلهم الجديد. وفي حين نتلاقاكم على خير، كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه.